السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان رجل متزوج 4 نساء وأراد وأراد أن يطلق الرابعة من زوجاته، فهل يلزمه عدة؟ ينتظر حتى تكمل عدة الرابعة، العدة ما يبع عليه على المطلقة، ينتظر إلى أن تكمل عدتها ثم يتزوج محلها. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.